على بركة الله انطلقت فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي مرجعية الإمام الحسن القرآنية. هذا المؤتمر الذي يقيمه مركز القرآن الكريم في التابع للعتبة العلوية المقدسة. الإضاءة التي يعني قدمت هذا اليوم من خلال المركز ومن خلال العلماء والباحثون الذين شاركوا من العراق وخارجه شكل إضافة كبيرة في مجمل الحياة الفكرية والثقافية والعلمية للإمام الصبط. عرف الإمام بمجالات كثيرة، إلا أنه لم يعرف لدى العامة بدوره القرآني ودوره في تفسير القرآن وتبيان مضامينه. العتبة العلوية المقدسة هذا اليوم تشكر كل الأخوة الذين ساهموا بهذا المؤتمر وكانت لهم إضافة نوعية فيه. كذلك نحيي ونشد على يد الأخوة في مركز القرآن الكريم بمجمل النشاطات العلمية التي تبنوها في الفترة الأخيرة. تقيم الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة من طريق مركز القرآن الكريم المؤتمر الدولي الافتراضي الموسوم مرجعية الإمام الحسن السبط القرآنية باستضافة عدد من الباحثين والعلماء والأكاديميين من دول عربية وإسلامية لتسليط الضوء على الجهد التفسيري للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وما لهذه الشخصية الكبيرة من معالم وآثار فكرية وعلمية وقرآنية، ونسأل الله التوفيق والنجاح. نقدم الشكر الجزيل للأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة على هذه المبادرة العلمية القيمة والالتفات المعرفية الجليلة التي تمت بعقد مؤتمر تحت عنوان مرجعية الإمام الحسن القرآنية. فهذه التفاتة تحسب للعتبة وهي تندرج ضمن ما يسمى أحياء تراث أهل البيت عليهم السلام، ويقول الإمام الصادق عليه السلام رحم الله من أحيا أمره. اشتركت ببحث تحت عنوان أثر مرويات الإمام الحسن عليه السلام في حل الإشكاليات التفسيرية دراسة تحليلية، وهي التفاتة تدقيقية تأملية في مرويات الإمام الحسن التي تعمل على إزاحة التردد التفسيري والتوهم الفكري الذي وقع به علماء التفسير وهم في سياق بيان تفسير الآيات القرآنية. نرجو للباحثين وللسادة المشاركين في هذا المؤتمر النجاح، ونكرر شكرنا إلى الأمانة العامة للعتبة العلوية وإلى مركز القرآن الكريم لالتفاتتهم الكريمة هذه في مثل هذا اليوم.